السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي موقعنا الإلكتروني عبير. كنتواجد أمام مقر نيابة التعليم بمدينة الناظور. الكل يعرف يعني حساسية المواضيع المتعلقة بالتحرش الجنسي خصوصا على الأطفال، والكل يتذكر قضية عدنان. معنا رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ في مدرسة بنو حزم. كثرت القيل والقال في الناظور، 5 ضحايا، 3 ضحايا، الكل يتحدث بلسانه. الموقع والقناة الوطنية عبير جات لسان الحال، لسان الأدرى، باش ياخذ المعلومة. أخي الطيب السلام عليكم، كنرحبوا بك. مؤخرا توصلنا بالخبر يعني محزن، ولا ما عرفت كيفاش غادي نقول. هذا الخبر اللي توصلنا به هي ديال التحرش في المؤسسة. فعلا هذا الخبر كاين 100%، ولكن كاين شي إشاعة غير باغي نوضح. عباد الله كل واحد شنو تيقول، عباد الله غير كتهضر كل واحد الحكم ديالو، حتى يقول عندنا 5 ضحايا، حتى يقول 6 واحد، ولكن هذا غلط. دابا غادي نجي لكم الآخر، الحديثة كيفاش وقعت. ملي توفى المرحوم الشهيد عدنان في طنجة في دوك الأيامات، كانت موراها شي عطلة ديال المسيرة الخضراء ديال أسبوع ولا 10 أيام. ملي رجعوا التلامذة يقراو، ناض واحد الأستاذ مؤسسة بنو حازم سميتو عبد الواحد سحنون، بغا يدير واحد الحملة تحسيسية للتلامذة كيوعيهم. الله يخليكم أولادي، إلا شي واحد كيتعرض لكم في الشارع ولا في المؤسسة ولا أي كيما كان نوعه كيتعدى عليكم، ما تسكتوش، ما تخليوش عندكم داك الشيء. قولوا للأساتذة ديالكم، قولوا للمدير، قولوا لوالديكم باش يوقفوا داك الشيء بحد ديالو. ذاك النهار ذاك التلميذ دابا اللي وقعت له الحادثه تيقرا عنده كيسمع ذوك النصائح ديال الاستاذ. ملي مشى للدار مع الاب ديال التلميذ مؤخرا، جا كيشكي لينا شنو واقع لولده. قال لك انت تشوف فيه امهم اللي كيبغي يجلس ياكل، تيدي شي جلس ماشي هو هذاك، بحال فيه شي حبه ولا شي حاجه. كيبغي يمشي يقضي الغرض ديالو في الدوش، ماشي هو هذا، كيتوجع، كتسولو ديما امه ما تيهضرش. ولكن ملي هضر معهم الاستاذ سولته مو دي مالك، ما كتقدرش تلعب ولا تجلس. قالوا ها شنو كاين، شنو كاين، شنو كاين، شنو قال لهم القصه. راه كاين فلان عندنا في المؤسسه ماشي حارس، نوضح عباد الله، هذا ماشي حارس، منظف، هذا عامل نظافه في المؤسسه، كيسيق لي تواليت والاقسام، كيشطب من فوقاش. هو خدام تما، هادي نقول لك دابا مده طويله هو تما، شي 7 سنين ولا شحال. والشاب عنده 25 عام، ماشي متزوج، عنده غير 3 سوايع في النهار اللي خدام مع الشركه، ماشي مع الدوله، مع الشركه ديال لي سيكوريتي هما لي سابطو كيخدم تما. ولكن تما الكبرى حنا كنا تايقين فيه دايرينو بحال ولدنا. انا براسي كنصيفطو لداري، كنصيفط معاه بنتي اللي عندها 9 سنين ونص، ماشي غير انا، مجموعه ديال الاباء كتيقو فيه، الاساتذه والمدير. والله ما تقنع، درنا فيه واحد الثقه، شنو يعني واحد من العائله حارس اللي هو عباس 40 عام ديال الخدمه تما، كيدخلوا لدارو كيتغدى مع ولادو. هذا عباس عنده بنته عندها 13 عام كيتغدى معها فوق الطبله. يعني ملي سمعنا هذا الخبر تفاجئنا، ما صدمه، داروا شكايه، هذه العائله دارت شكايه، هذه العائله دارت شكايه. ولكن الدري ملي كان تيحكي عاود ليهم على هذه القضيه من 2019، ماشي ديال اليوم. هذا هو المشكل اللي عندنا. ودابا فين غادي نرجعوا، من غنردوا هذا المشكل؟ واش الاب ولا الام ولا التلميذ ولا الاساتذه؟ وملي داروا من 2019 وهو يعني يمارس عليه، ماشي يوميا كما قال التلميذ، ماشي يوميا، مره كان كيستغلهم في اوقات الفراغ ديال المؤسسه، وطريقه كانت كتعجب لهم الكره مع المدارس جاربه العامل، يعني كيدير واحد النشاط مدرسي، انشطه رياضيه. شحال في عمره هذا الدري؟ هذا الدري هذا عنده 10 سنين في العمر. التلميذ عنده 10 سنين في العمر ديالو، هو الوحيد اللي دار الشكايه، هو المحضر الوحيد اللي كاين عند المحكمه. والاقوال اللي كتقول 5 الناس، 5 التلاميذ، 5 لا 3 لا 4، كل واحد شنو كيروج من فمه، ولكن محضر واحد اللي كاين ديال. انتوما كجمعيه تبعتوا الموضوع؟ كتبعوا الموضوع، تبعنا وباقي كتبعوا. الشرطه القضائيه باقي كدير البحث، كتجي كيتصلوا بيا. نيابه التعليم يوميا كيصيفطوا لجان المؤسسه، المدير كيدير الحمله، الاساتذه كيديروا، باقي كيسولوا، باغي نجبدوا واش كاين شي حدا شي ضحيه اخرى. ولكن حاليا واحد اللي دار الشكايه، الا كاين شي حد تخبى حشم ولا ما رضاش منو الراجل. شنو الرساله ديالك لهادو الا حشمو ولا شي حاجه؟ ما يلومو غير راسو.